الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، حياكم الله أخواني أخواتي في برنامج هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام بشر، نعم يوحى عليه، ولكنه لا يعلم الغيب، ما يدور في ضمائرنا لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بتعليم الله سبحانه وتعالى. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي يتكلم عن قضية الخصومة والحكم بين المتخاصمين، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر، إنما أنا بشر عليه الصلاة والسلام، وإنه يأتيني الخصم. شوف شلون المقدمة التي قدم بها النبي عليه الصلاة والسلام: ترى أنا بشر، أنا لست برب ولا إله ولا ملك، أنا بشر، إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم. نعم أنا أقضي بينكم، أنا رسول هذه الأمة إلى الناس كافة، إلى الجن والإنس، فيتحاكم إلي الناس لأقضي بينهم بكتاب الله وبما يوحي إلي الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، يعني ألحن بحجته من بعض، يعني رب العالمين أعطى بعض الناس سبحانه عذوبة في الكلام، ترتيب وتصفيف الكلام، كلام مرتب، وبعض الناس سبحان الله عنده علم يمكن وعنده الحق، لكن ما يقدر يقول جملتين على بعض بطريقة جميلة. فش اللي يصير عند الخصومة؟ صاحب الحق لا يستطيع أن يأتي بحق بسبب التقصير، أو بسبب أن رب العالمين ما أعطاه الفصاحة والبلاغة في الكلام، والظالم قد يأخذ حق المظلوم بسبب ما آتاه الله سبحانه وتعالى من الفصاحة والبلاغة وحسن الكلام والأسلوب. طيب، لما يأتي هذا الشخص إلى الحاكم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق بسبب طريقة شرحه للكلام وشرحه للقضية أصدقه. ليش؟ لأن أنا بشر، ما يدور في ضميره وفي قلبه لا أعلمه، الذي يعلم السر رب العالمين سبحانه وتعالى، هو يعلم السر النجوى والعلن سبحانه وتعالى، أما نحن فلا نعلم إلا الظاهر من الناس، ماذا يقول الناس، ماذا يفعل الناس، هذا الذي نعلمه، أما ما يدور في ضمائرهم فلا نعلم، ونكل علمه إلى الله، ولا يجوز أن نخمن بواطن الأمور ونعمل عليها، هذا ما يجوز الأمر. لما أسامة رضي الله تعالى عنه قتل رجلا في المعركة، في ساحة المعركة، كان يقتل المسلمين، فلما رفع عليه السيف قال هذا الرجل لا إله إلا الله، يعني دخل في الإسلام، فقتله أسامة رضي الله تعالى عنه. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. يا رسول الله، خايف، شاف السيف فوقه راح أقتله، قال لا إله إلا الله. قال: أفلا شققت عن قلبه؟ يعني يا أسامة، هل أنت شقيت قلبه وشفت أن داخل قلبه هو يكذب وقالها تعوذا؟ ما نعلم ما يدور في القلب، فنحكم على الظاهر. فماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، يعني لما يأتيني المتخاصمان والظالم عنده الحجة والبيان والبلاغة، والمظلوم ليس عنده البيان والبلاغة، فأصدق هذا الظالم بسبب أسلوبه وطريقة طرحه، فأقضي له بحق غيره، وليس قصورا مني، ولكن بسبب ظلمه وبسبب خبث هذا الإنسان، فماذا يكون جزاؤه يوم القيامة؟ فيكون جزاء هذا الإنسان
الكاذب المتلاعب الأدلة. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. الله أكبر. اللهم أجرنا من النار. انتبهوا أيها المسلمين والمسلمات، احذروا أن تأخذوا أموال الناس ظلما. والله هو القاضي حكم هذا الشيء، كان هذا حكم المحكمة، صح هذا حكم المحكمة، لكن ترى القاضي ما يعلم الغيب. القاضي حكم على حسب ما زورت من الشهادات وما أتيت من الشهود، شهود الزور، حكم القاضي. القاضي ما يدري أن هؤلاء شهود زور. الحاكم القاضي ما يدري أن هذه الورقة مزورة. فانتبه أخي، انتبهي أختي، ما أخذت بحكم القاضي وأنت تعلم أنه ليس بحق لك فاتركه. ويحذركم الله نفسه، احذر من الله سبحانه وتعالى. شيخ أنت تخوفنا؟ نعم أخوفكم الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، لا تأكلوا أموال الناس بالباطل. إياك إياك أن تأكل أموال الناس بالباطل. أنا ليش إن عندي محامي أخذت فلوسه بالباطل، هو خلي يحط له محامي، كل واحد وشطارته. لا، لابد أن نخاف الله سبحانه وتعالى، لابد أن نتذكر اليوم الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعلها لك. شلون يعني جعلها لك؟ يعني هذه بينك وبين الله، أنت تعلم أن هذه قطعة من النار، فإذا أنت مستعد لعذاب النار خذها. أما إذا كنت تخاف الله سبحانه وتعالى وتخاف اليوم الآخر فاتركها واعتذر واعترف لهذا المظلوم: لا والله هذا حقك، أنا آسف، استغفر الله وتوب إلي، هذه الورقة مزورة، هؤلاء شهود زور، أنا دفعت لهم فلوس عشان يشهدون ضدك. طيب فاترك كل هذه الأمور لله سبحانه وتعالى، حتى لو كان يترتب عليه عقوبة في الدنيا، فعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. وليعلم الله سبحانه وتعالى منك الصدق في توبتك، تب إلى الله، الدنيا زائلة، أنت شنو اللي راح تستفيده من هذه الأموال؟ والله فلوس وايد راح أستفيد، راح أبني بيت. طيب أنت بنيت بيت لكن ما في صحة وما في سعادة داخلية وما في التئام بينك وبين زوجتك وعيالك، عندك بيت كالقصر لكن عيالك أولادك من العاقين، صحتك في تدهور، تذهب إلى المستشفى أكثر من عملك بسبب الأمراض التي ابتليت بها من لقمة الحرام التي أكلتها ووضعتها في جوف أولادك. النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا حبا لنا. النبي عليه الصلاة والسلام ليش يحذر؟ لأنه يحبنا عليه الصلاة والسلام، ما يبينا نقع في الخطأ، فنبتعد عن هذه الأموال الحرام ولو أتت إلينا بحكم قاض. والله أنا عندي ورقة من المحكمة. لا، أنت تعلم أن هذا جاء بالحرام وبالغش وبالزور، فاتركه لله ويعوضك الله بإذنه سبحانه وتعالى خيرا من في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العدل في الحكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبة الناس ومحبة الخالق سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.